الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين أحبائي أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا قلوب طاهرة هذه هذه الحلقات هذا البرنامج نتحدث فيه حول حول صفات المتقين علامات المتقين بصوره عمليه بحيث اننا ناخذ هذه التوصيات العمليه نحولها الى التزام عملي هذا الالتزام العملي نطبقه في حياتنا لنصل الى مقام المتقين ما سوف نتكلم عنه في هذه الحلقه احدى علامات المتقين طبعا باعتبار ان هذه الحلقه الاخيره احب ان اضعكم احبتي واعزائي المشاهدين في الجو. نحن لم نتكلم عن صفات المتقين كلها التي وردت في خطبه امير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين، ولكن تكلمنا قدر الامكان في في اعظم في اكثرها. طبعا ما تحتاجه هو انك تطلع على هذه الخطبه. تقرا هذه الخطبه. وما لم نشرحه تستطيع انت ان تعرفه او تستطيع ان تسال اهل العلم فيه فيرشدونك الى الطريق ويرشدونك الى التوصيات العمليه ما يجب عليك ان تقوم فيه لكي تصبح من المتقين. العلامه التي سوف نتكلم عنها في هذه الحلقه هي تحرج تحرجوا او تحرجا من طمع كما ورد ولكن المعنى انهم تحرجوا عن الطمع. المتقين من ابرز علاماتهم انهم طهروا انفسهم عن الطمع آه, عن عن الطمع بما في ايدي الناس. لم يتعلقوا آه, بشيء مما هو في الدنيا فضلا عن التعلق بشيء من آه, مما هو في ايدي الناس، لماذا؟ لانهم عرفوا الاثار السلبيه الكثيره التي سوف ياتي بها الطمع اليهم اذا طمعوا فيما ايدي الناس، الذي اذا طمعوا فيما هو في ايدي الناس. ما هي هذه الاثار السلبيه؟ اول هذه الاثار السلبيه اذا عاش اي انسان حاله الطمع، في ما هو موجود في ايدي الناس فانه سوف يعيش الذله والمهانه سوف يعيش الذله والمهانه لان الناس عبيد حاجاتهم اذا احتاج الى ما في ايدي الناس اصبح ذليلا اليه اذا احتاج الى ما هو في ايدي الناس اصبح ذليلا اليه وإذا أصبح ذليلا إليه، إذا أصبح ذليلا إلى ما في يد أصبح عبدا إليه. لماذا أكون عبدا للآخرين؟ وقد خلقني الله حرا. لماذا أكون ذليلا للآخرين؟ وأنا الله سبحانه وتعالى خلقني وأراد لي أن أكون عزيزا. لماذا أستجلب المهانة لي والذلة لي والله سبحانه وتعالى يريد لي الكرامه والعزه. كل ذلك لماذا؟ لان لانني طمعت فيما هو في ايدي الاخرين. ماذا يقول امير المؤمنين عليه السلام؟ يقول ثمره الطمع ذل الدنيا والاخره. ما ي... ما ي... ما يحصل عليه الطامع ما يجنيه الطامع من وراء الطمع الذله في الدنيا والذله في الاخره. الذله في الدنيا والذله في الاخره. ايضا قال الطامع في وثاق الذل الطامع في وثاق الذل، كانما الطامع موثق هذا الوثاق هذا الوثاق الموثق به هو الذل فاينما يذهب هو ذليل هو موثق بالذل. لماذا لانه يطمع فيما هو موجود في ايدي الاخرين وقال ايضا عليه السلام قرن الطمع بالذل قرن الطمع بالذل الذل قرين الطمع اينما وجد الطمع وجد الذل معه لذلك الطامعون اذلاء لمن لمن يطمعون فيهم لمن يطمعون فيما هو موجود في ايديهم آه وقال الامام الكاظم عليه السلام: وأم... وامت الطمع من المخلوقين فان الطمع مفتاح الذل، ما الذي يفتح باب الذل على الانسان؟ الطمع، يحتاج يطمع فيما هو موجود عند ايدي الناس، يحب ان يكون ان ياخذه منهم، يحب ان يستفيد منه ماذا يحدث؟ يذلل نفسه اليهم و حريم بالإنسان أن لا يكون ذليلاً. الله يريد من الإنسان أن يكون عزيز. الله يريد من الإنسان أن يكون كريم لا أن يكون عزيز لا أن يكون ذليلاً. فإذا ما يورثه الطمع المتقون ليسوا آه ليسوا ذو آه أطماع. المتقون ليسوا ذو أطماع. آه المتقون يتحرزون من الطمع. المتقون يطهرون انفسهم من الطمع. ليش؟ الاثار السلبيه الكثيره للطمع، اول هذه الاثار السلبيه الذل والمهانه. اثر سلبي اخر للطمع عدم القناعه بما قسمه الله سبحانه وتعالى اليه. الطامع لماذا يطمع؟ لانه لا توجد قناعه في داخله بما قسمه الله سبحانه وتعالى. يريد أكثر طبعا الطموح الطموح هو المطلوب لا الطمع هو المطلوب أنا أطمح إلى الكثير ولكن عندما أطمح إلى الكثير أعمل لكي أحصل على الكثير لا أن أعترض لا أن أجزع لا أن أيأس ولا أكون قانعا بما قسمه الله سبحانه وتعالى الآن أنا قانع بما قسمه الله لي ولكنني اسعى للحصول على الاكثر، هذا هو آآ آآ هذه هي صفات المتقين. انا قانع بما حصل لي، بما انا عليه، واسعى الى الحصول الى ما هو اعلى. ولكن الذين يعيشون الطمع لا ليس هذا لي، هم لا يقنعون اصلا بما قسمه الله سبحانه وتعالى، لذلك مهما وصلوا اليه من غنى مهما وصلوا اليه من وجاهه عند الناس مهما وصلوا من ملك الى اخره دائما سوف يحسون دائما سوف يطمعون فيما هو اكثر لانهم لن يقنعوا ابدا يقول آه الامام الصادق عليه السلام اقنع بما قسم الله لك ولا تنظر الى ما عندي غيرك ولا تتمنى ما لست نائله فان من قنع شبع ومن لم يقنع لم يشبع ابدا مهما اكل مهما اكل مهما اكل هو يريد الكثير مهما حصل مهما ملك هو يريد لن يشبع ابدا وخذ حظك من اخرتك المهم ان تعمل للاخره ايضا من الاثار السلبيه الكبيره التي يورثها الطمع ل للطم... ل... ل... لمن يعيشوا الطمع وهم ليسوا المتقين المتقين لا يعيشوا الطمع أبدا المتقون لا يعيشون أي نوع من أنواع الطمع أبدا أيضا مداهنة أهل المعاصي يداهنون أهل المعاصي الطمع فيما أيضا قد أطمعنا في شيء هذا الشيء موجود موجود عند العصاة الفاسقين فماذا افعل للحصول على هذا الشيء؟ ماذا افعل للحصول على هذا الشيء؟ اقوم بمداهنه هؤلاء المنافقين اقوم بمداهنه هؤلاء العصاة اقوم بمداهنه هؤلاء الفاسقين. وهذه المداهنه تحمل الكثير من الامور السيئه تحمل الكثير من الامور السيئه التي ممكن هذه الامور السيئه ان تؤثر على ديني. لانني لكي اداهنهم قد من الممكن ان يجب ان اجلس معهم على طاوله خمر مثلا. قد يتطلب الامر من عندي ان استمع الى ما لا يجب السماعه. قد يتطلب الامر من عندي ان اقوم بما لا يجب ان القيام به. وهذا الامر كله لماذا؟ على يعني جولتنا بالعامي ما تسوى لماذا هذا كله فقط للحصول على ها الى على هذا الحطام الذي سوف يزول والطريف انه عاده الذين يقومون بهذه الامور لكي يحصلوا على هذه على اطماعهم بعد ان يحصلوا عليها لا يتهنون بها ابدا اما يصلهم اما يموتون عنها اما يصيبهم شيء ولا ولا يتهنون بها فيخسرون الدنيا ويخسرون الاخره احبتي واعزائي سوف اتكلم ايضا في هذا الموضوع مداهنه اهل المعاصي بشكل اوسع واكثر وسوف اتكلم في اثار سلبيه اخرى للطمع ولكن بعد الفاصل فاذا احبتي واخواني نذهب الى هذا الفاصل بعد الفاصل نرجع لنواصل الكلام في هذه العلامه الاخيره في الحلقه الاخيره من قلوب طاهره فاصل بعده نواصل ان شاء الله <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احبائي اعزائي المشاهدين السلام عليكم مره اخرى واهلا وسهلا بكم في اخر جزء من هذه الحلقه في هذه الحلقه واخر جزء من هذا البرنامج آه ونحن نتكلم في هذه الحلقه حول احد صفات المتقين وهي, وهي هذه الصفه انهم يتحرجون عن الطمع لا يميلون طهروا انفسهم من الطمع فيما هو في ايدي الناس طمعوا في ماذا اذن طمعوا فيما هو في ايدي في يد الله سبحانه وتعالى يطمعون في ما هو سوف ياتيهم من عند الله سبحانه وتعالى لا فيما سوف ياتيهم من عند الناس لماذا لان هنالك اثار سلبيه كثيره جدا تتبع الطمع فيما هو في ايدي الناس اولى هذه السلبيات الذله والمهانه. وقد تكلمنا قبل الفاصل فيما تسببه الذله والمهانه للطماعين. ايضا من الامور التي آه, التي يورثها الطماع عدم القناعه بما قسم الله. وهذا امر هم كذلك اثر سلبي في حياه الانسان. ايضا من الاثار السلبية الكبيرة مداهنة أهل المعاصي قبل الفاصل تكلمنا كيف أن مداهنة أهل المعاصي تؤثر تؤثر في حياة الإنسان وكثيرا الذين يداهنون أهل المعاصي للحصول على ما في أيديهم للتقر... يتقربون إليهم للحصول على ما في أيديهم بأي صورة من صور التقرب قد يتقربون إليهم قد يتقربون إليهم آه بترك بعض عقائدهم بالقيام ببعض الامور التي دعونا نقول فيها مخالفات شرعيه، فقط لكي يحصلوا طمعا فيما هو في ايديهم، وعاده عاده ايها الاحبه عندما يصلون اليه كما قلنا لا يتهنون به اما يموتون عنه اما ان او يخرب او الى اخره، لان هذه هي نتيجه الطمع. قال الامام الباقر عليه السلام أوحى الله تعالى إلى شعيب النبي إني معذب من قومك مائة ألف أربعين ألف من أشرارهم وستين ألف من أخيارهم فقال يا رب هؤلاء الأشرار عرفنا لماذا تريد تعذيبهم لأنهم أشرار فما بال الأخيار الأخيار لماذا تريد تعذيبهم فأوحى الله عز وجل إليه داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا إلى لغضبي هؤلاء كانوا يجلسون مع اهل المعاصي، اهل المعاصي يقومون بما يغضبني، وهؤلاء يجلسون معهم ولا يغضبهم ما يغضبني، هذا الامر لا اريده، المتقون لا يعيشون هذه الحاله، المتقين لا يعيشون هذه الحاله، لا يعيشون مداهنه اهل المعاصي، لا، واضحين هذا امر يغضب الله سبحانه وتعالى لن اكون فيه، لن اقترب منه ابدا. يقول امير المؤمنين عليه السلام الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى كل داخل في باطل اثمان، اثم العمل به واثم الرضا به. الراضي بعمل قوم عليه كانما يريد ان يقول امير المؤمنين عليه السلام. الراضي بعمل قوم عليه اثمان اثم العمل الذي قاموا به وإثم الرضا بهذا العمل فإذا هذا أثر آخر من الآثار السلبية للطمع فيما هو موجود في أيدي الناس أيضا من الآثار السلبية للطمع فيما هو في أيدي الناس النفاق عادة الطماعين منافقين لماذا؟ لأنه يجلس مع هؤلاء وهو يطمع فيما في ايديهم فيواجههم بالوجه الطلق، بالوجه الجميل، بمحاسن الكلام لانه يريد ما في ايديهم وفي قلبه لا في قلبه قد يكون هو يكرههم في قلبه هو هو كذا في هذه الايام يعتبرون هذا هذا الامر فهلوه يعتبرون هذا الامر ذكاء لا هذا نفاق مولانا واضح النفاق، فإذا كثير ما يقود الطمع إلى النفاق، يواجه هؤلاء الذي يطمع في ما في أيديهم لأنه يريد هذا الأمر يتحبب إليهم، يتكلم إليهم بما يحبون، يظهر ما يحبون، يواجه.. يواجههم بطلاقة الوجه، وفي الحقيقة هو لا يحبهم. هو ما الذي يحبه؟ يحب الأمر الذي في أيديهم. والنفاق أيها الأحبة من أقبح الخصال. سورة في القرآن باسم المنافقين. جزء كبير من سورة التوبة التي هي هي نزلت بدون بسملة في المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار المنافقين في الدرك الاسفل من النار يعني اين يقع موطن ومصدر الحراره ومصدر النار المنافقين هناك بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما المنافقين هؤلاء قول لهم سوف تحصلون على سوف يكون عذابكم عذابا أليما في سورة التوبة إن المنافقين هم الفاسقون المنافقين هم الفاسقون أيضا من الآثار السلبية للطمع أن الطمع في ما هو في أيدي الناس يورث العداوة والبغضاء فإذا تأصل الطمع في عند إنسان أصبح طبعه البغضاء أصبح طبعه العداوة لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله تعوذوا بالله من الطمع تعوذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع الطمع يهدي إلى طبع ومن طمع يهدي إلى غير مطمع الطمع وهو أن يمتد تمتد عين الإنسان الى ما في ايدي الناس يورث البغضاء والعداوه بين الطامع وبين الاخرين كيف لانني اجد هذا الامر موجود في ايديهم وليس موجود في يدي فاكرههم ابغضهم اعاديهم أع... ويترتب على ذلك الاثار اذا كرهت فلان كيف سوف, سوف اواجهه بالكره بكل ام اذا عاديت فلان كيف سوف اتعامل معه اذا ابغضت فلان كيف سوف اتعامل معه بهذه الطريقه احبتي اعزائي المشاهدين بهذا نكون قد تكلمنا في اخر صفه من صفات المتقين وهنالك كما قلت لكم صفات كثيره مذكوره في خطبه في خطبه امير المؤمنين خطبه المتقين لامير المؤمنين عليه السلام أنا الذي أريده من عندكم أن تذهبوا إلى هذه الخطبة وتنظروا ما هي الأمور التي لم نتكلم فيها؟ هذه الأمور التي لم نتكلم فيها خذوها واسألوا أهل العلم وطبقوا. يهمنا هذا البرنامج هو إنما لكي نطبق التقوى عمليًا. هذا البرنامج إنما هو لتطبيق التقوى عمليًا. ونحن الآن في آخر دقائق هذا البرنامج وآخر حلقة من حلقات البرنامج ما نريده هو أن تأخذوا هذه الصفات وطبقوها عمليا ذكرنا على طول ثلاثين حلقة هذه الحلقة و وعشرين حلقة سابقة كثير من التوصيات العملية ما أحبه منكم أحبتي وأعزائي المشاهدين أن تأخذوا هذه التوصيات العملية وتطبقوها في حياتكم ولتجدوا من وراء وسوف تجدوا من وراء هذه التطبيقات الاثار الطيبه وسوف تاخذكم خطوه في طريق صناعه الانسان المتقي، صناعه الانسان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، صناعه الانسان الذي يعيش راحه نفسيه، الذي سوف يعيش ايضا راحه نفسيه، عندما يكون الانسان صابرا على هذه الايام القصيره كما ذكر امير المؤمنين في خطبته، صابرا على هذه الايام الصغيره القصيره سوف يورثه هذا الصبر راحه طويله في يوم القيامه. احبتي اعزائي قبل ان انهي هذه الحلقه لناخذ توصيه عمليه اخيره من هذه العلامه التي بين ايدينا وهي الطمع التحرز عن الطمع فيما في ايدي الاخرين. اذا وجدت في يد الاخرين امر تحبه، امر تريده، اسعى اليه ولكن ليس بان تتنازل عن نفسك، بل اسعى اليه واطلبه ممن هو مصدر الى هذا الامر، هذا الذي حصل عند تحصل عليه الاخر من اين؟ هو نفسه خلقه؟ هو في نفسه في نفسه اوجده؟ لا، الله سبحانه وتعالى اعطاه، فاطلب اذا رايت شيء في يد الاخر وانت تريده تريد لمثلك مثله اطلبه من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قادر وكريم ورحيم ومالك ويستطيع ان يعطيك، فاطلبه من عند الله سبحانه وتعالى. باي طريقه الله سبحانه وتعالى سوف يدبر الامر لتحصل انت على هذا الامر. لأن المتقين يقومون بذلك لا يطمعون في ما هو في أيدي الناس إنما يطمعون في ما هو في يد الله سبحانه وتعالى أحبتي المشاهدين بهذا وصلت وإياكم إلى نهاية المطاف إلى نهاية الكلام سعدت بلقائي معكم في طوال هذا الشهر الكريم سعدت بمطارحة هذه الأفكار من خلال هذه الشاشه المباركه معكم. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون ما طرحناه مفيدا لكم ولنا. ونتمنى ان يطبق عمليا في حياتكم العمليه. احبتي لا يسعني في النهايه الا ان اشكركم واقول لكم لا تنسوني رجاء خاص، لا تنسوني من دعائكم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. وصل اللهم على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين